وقد التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية اليوم في مقر البرلمان الأوروبي مع سعادة السيد ديفيد ماك أليستر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي. خلال اللقاء أشاد سعادة وزير الخارجية بمستوى علاقات التعاون المتميز الذي يجمع بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، مؤكدا سعادته أهمية توطيد العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يعزز من دور الدبلوماسية البرلمانية في زيادة التفاهم المشترك تقريب وجهات النظر وفتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي، مستعرضا سبل تعزيز تلك العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أرحب بما يلبي الرغبات المشتركة، مؤكدا حرص مملكة البحرين على الاستفادة من الخبرة البرلمانية الأوروبية في تعزيز مسيرتها الديمقراطية وبناء علاقات أوثق بين الجانبين. من جانبه أكد سعادة السيد ديفيد ماك أليستر حرص البرلمان الأوروبي على تنمية وتوطيد العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين وتبادل الزيارات والتنسيق المشترك بما يحقق تطلعات البلدين الصديقين، ومشيدا بالدور الهام والمحوري الذي تقوم به مملكة البحرين في إرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.